كيف ما كنشوفوا عندنا خلال عمليه الهضم تتحول هذه الجزيئه وتقطع وتحول الى جزيئات من الجليكوز والماكتوز وكيف ما كنشوفوا الماء حتى هو كيكون عنده واحد الدور في هضم هذه الجزيئه. اذا هنا عندنا جزيئه ديال المالتوز، جزيئه ديال المالتوز، جزيئه ديال المالتوز، جزيئه ديال الجليكوز، جزيئه ديال الجليكوز، وجزيئه ديال الجليكوز. الدور ديال النشواز، النشواز اللعابي هو اللي كان عنده الدور في تقطيع هذه الجزيئه النشا. لماذا نرمز للنشواز؟ بالمقص. اذا المقص هل يختفي، النشواز اللعابي خلال عملية التبسيط؟ لا، النشواز اللعابي يبقى ظاهرا. ماذا نسمي عملية إدماج الماء خلال التبسيط؟ تسمى ب حلماء. ليدغوليز ما حلماء. صافي. خلال التقطيع يتم إدماج الماء. وماذا نسمي العملية؟ حلمة. تسمى بالحلمة. بعد تقطيع هذه الجزيئة كتحصل عديد الفيبتيد وحمض أميني. هذه الجزيئة الدهنية تتكون من الكريستالون وأحماض دهنية، وخلال عملية تبسيط هذه العملية يتم تقطيعها بالأنزيم الليبال. وخلال هذه العملية يتم إدماج الماء. ونحصل في النهاية على جزيئة الجليسيرول وأحماض دهنية وليبان.